نجتمع في حفل تخريج طلاب جامعة مالي الخاصة لنحتفي بإنجاز عظيم. هذا الحفل ضم 55 خريج وخريجة من كلية طب الأسنان في جامعة ماري والتي قائمة إلى الآن، وأيضا خريجين من كلية الصيدلة التي كانت سابقا في جامعة ماري. هذا الحفل كان عبارة عن مشاركة الفحة ومشاركة الاهتمام من قبل إدارة الجامعة وأيضا الهيئة التدريسية والعلمية في هذه الجامعة مع الطلاب الخريجين والخريجات وأيضا مع أهاليهم وذويهم. هذه الجامعة دائما ما تسعى إلى إسعاد طلابها ودائما ما تسعى إلى إسعاد خريجيها، ولهذا قامت بهذا الحفل اليوم الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعني أن يكون شكل رونقا جميلا عند الخريجين والخريجات وأيضا عند الأهالي والسادة الحضور. خريج محمود عبد القادر عبد القادر. أنا خريج كلية طب أسنان، كنت سابقا أدرس جامعات النظام وانتقلت بعدين وقت صارت جامعات المحرر. أنا تركت جامعات النظام وقصرت جامعات المحرر بفضل الله، جينا وكفينا هون الدراسة وتخرجنا بفضل الله. طبعا بعد ما كنت متجوز وعندي بنات شاركني اليوم بالفرحة البنات وأمي وزوجتي الحمد لله رب العالمين. شعور عظيم جدا وفرحة ما تقدر بثمن، فرحة لنا وللأهل وللأولاد وللزوجة الحمد لله رب العالمين. بنصح جميع الطلاب بالاقدام على الدراسة والتخرج، وحتى الطلاب اللي قاطعين اللي كانوا سابقا عند النظام يرجعوا يدرسوا ويتخرجوا، لأن فضل الله يعني شعور عظيم وفرحة كبيرة كتير. طبعا اليوم شعور صراحة مختلط بين الفرح والاعتزاز والفخر، ويعني شعور حقيقة لا يوصف، لأنه عدة مشاعر بحس فيها الشخص في الوقت هذا، خصوصي انه كان انه هو نهايه مشوار 5 سنين من التعب والعذاب والظروف الصعبه. الحمد لله تجاوزناها، شاركونا الحمد لله اليوم بالتكريم الوالد والوالده واخوي واختي وجدي. يا